الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين. أعزائي الطلبة، أعزائي الأهالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويسرني أن أعلن تخريجكم في هذا اليوم المبارك، وكما يحزنني أن يكون هذا التخريج عن بعد. ارتأت الجامعة ألا يتم تأخير موعد تخرجكم والاحتفال بتخريجكم، ومن هنا جاء التخريج عن بعد. لكننا نتطلع ونؤكد لكم بأنكم مدعوون في أول حفل تخريج أن تحضروا إلى الجامعة وتشاركوا زملائكم في هذا الحفل، وتستلموا أيضا الشهادات، وتستمتعوا في مراسم التخريج المعتادة في كل عام. وهنا أؤكد للأهالي بأننا فخورين بكم وفخورون بأبنائكم وبحصولهم على الشهادات التي استحقوها بجدارة، فألف مبروك لكم وهنيئا لخريجينا. وأؤكد بأن الجامعة عمان الأهلية ترحب بالخريجين في كل عام في مناسبة كرنفال الخريجين، فأنتم مدعوين للمشاركة الفعالة. وكذلك إن جامعة عمان تسعى للارتقاء بالبرامج الأكاديمية، وتم اعتماد برامج جديدة في مرحلة الدراسات العليا، فأنتم مدعوون أيضا لاستكمال دراساتكم العليا في الجامعة، والجامعة ستكون سعيدة جدا في وجودكم بأي وقت من الأوقات. وأؤكد لكم بأن جامعة عمان ترتقي أكاديميا بجميع البرامج، والحمد لله رب العالمين. وهذا يأتي في ظل راعي المسيرة وقائد البلاد صاحب الجلالة الهاشمي الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نستذكر اليوم المرحوم الدكتور أحمد الحوراني الأب الباني، الذي له الفضل في تأسيس جامعة عمان الأهلية، ونستذكر وجوده معنا في هذه الأيام، خاصة أيام التخريج. صحيح أنه ليس موجود بجسده معنا، لكن موجود بروحه العظيمة التي نستذكرها دائما، ونستذكر إنجازاته العظيمة. أنا طبعا أبارك للخريجي الفوج 27، وأعلم علم اليقين أننا في ظرف مختلف تماما عن كل عام. نستذكر زغاريد الأمهات وفرحة الآباء وفرحة الطلاب في مسرح الأرينا كل عام، لكن هذه السنة بسبب جائحة كورونا وهذا الوباء اللعين سوف نضطر للتخريج عن بعد. وصحيح أنه كلمة عن بعد أصبحت كلمة غير محببة بالنسبة للجميع، لأنها تعني التباعد الاجتماعي، والجميل في التخريج هو التقارب الاجتماعي والفرحة. وأنا أنصح إخواني وأبنائنا الخريجين والخريجات بأن نتعلم جميعنا من هذه التجربة القاسية. أهم ما نتعلمه هو التركيز على الإنتاج وعلى العمل الجاد والاكتفاء الذاتي في بلدنا، ونبني البلد بسواعدنا، ولا نعتمد على المساعدات الخارجية، ولا نعتمد على الغير في بناء بلدنا. فأنصحهم نصيحة صادقة أن يبادروا إلى العمل في القطاعات الصناعية والزراعية، لما لها الأثر الكبير في تنمية البلد. والمئة سنة المقبلة هي لمستقبل العالم هو الزراعة والصناعة والصناعات الغذائية والتحويلية. فأنصحهم بالتوجه إلى هذه المجالات، حتى إن شاء الله يستطيعوا إكمال المسيرة وتكملة مسيرة الآباء والأجداد.
في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أدامه الله، ونلمس جهوده ونصائحه للحكومة وحتى لشعبنا باللجوء إلى العمل في هذه القطاعات. فأتمنى لكم الخير، وأتمنى لكم مستقبل زاهر، وأتمنى أن تؤسسوا عائلات وأن ترسلوا أبنائكم مرة أخرى إلى جامعة عمان الأهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. عطوفة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة الأقرم، لقد أتم هؤلاء الطلبة من كلية الصيدلة متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصاتهم بأقسام الكلية المختلفة، وبناء على تنسيب مجالس الأقسام وتوصية مجلس الكلية قرر مجلس العمداء منحهم الدرجات العلمية التي يستحقونها. أرجو من عطوفتكم استكمال إجراءات منحهم تلك الدرجات. كلية الصيدلة، تخصص الصيدلة، الأولى على التخصص شام مجد الدين رجو، أحمد يوسف أيوب، أسامة سرحان السوداني، أسامة علي جرادة، إسحاق أحمد المدحتي، آلاء نواف نزال، آمنة منذر الشمري، أنوار عبد الله لهيب، بشار جهاد محمد، تمارا خليل نعيمات، جوان علي نعمة، حسن عون الغيثي، حسين خماط الزيداوي، حنان علي أبو رمان، حنين عادل السلمان، حيدر سوادي كريم، دانا حسين المومني، رامان موفق ياسين، رانيا أحمد القهواتي، رغد أكرم أبو خديجة، رغد محمد منصور، رناد أحمد الخطيب، رؤى وحيد عبد الغني، ريما محمد سميرات، زهراء عبد الرضا أشكناني، زياد إياد عبد اللطيف، زيد حسن فودة، زيد خالد أحمد، سارة ماجد السلطان، سناريا رفعت العاني، سندس أحمد عبد الغني، سهى حامد يسري إدعيس، شفاء محمد العيد، شمس عباس حسين، عبد الرحمن حسن عامري، عبد السلام يحيى الرشيدي، عبد الله رائد العاني، علاء محمد إدريس، علي الكرار حيدر سليم البناء، علي رائد الشمري، غالية رضوان زين الدين، فاطمة حمدان سليماني، لما زهير الوفائي، مجد محمد عطيات، محمد إبراهيم ريالات، محمد جعفر فيداوي، محمد عبد الغني علاوي، محمود سائد جعباس، مرح عبد الله أبو تلول، مريم مطر العنزي، مصطفى هلال عباس البياتي، منى محمد الحداد، مها محيبس الظفيري، مؤمن مكرم محمود، ميس محمد الضامن،
ميماس محمد الدبنة، مهاب نبيل حبابي، ندى قاسم محمد، نور حمود العنزي، نورية نصار الزيد، هديل يوسف العربيات، هند محمد عطيات، هيا هاني فضة، هيام محمد دبدوب، وجدان يوسف الحمدان، ياقوت عبد الرزاق الجلم، يحيى حسين الفياض، إبراهيم عامر أبو غليون، أحمد المعتصم العلي، أحمد عبد الجبار خلف، أحمد علاء العبيدي، أحمد محمد الجنابي، إسراء مثنى خضر، آية رائد عزيز، أيسر صفاء الجميلي، باقر صادق النور، بشاير متروك العنزي، تبارك مثنى محمد، ثامر شافي القحطاني، حازم سعد بني نصر، حسنى سمحان محمود، حسين باسم الجنابي، حليمة غالب قاسم، خالد جزاء المطيري، دانا إبراهيم الأدهم، دانا جهاد البدر، ديما عمار العاملي، رامي أسامة يوسف، رانيا علي موزان، رقية عيسى الطراونة، رنا أحمد عواودي، رؤى محمد زايد، زبيدة عبد الرزاق التكريتي، زهراء نوري عبد الكريم، زيد محي الدين خير، زينب فهد العنزي، زينة سالم بن خليفة، سارة عبد الله قبازرد، سارة نصير السامرائي، سامر محمد الحبايبة، شروق عبد الرحمن قطمة، شروق عبد الرزاق السبيحاوي، شياو شلال الداوودي، عادل ماهر قصص، عايد عبد الله الشمري، عبد الله اياد قاسم، عبد الله عثمان فرحان، عبد الله محمد حمدان، علي احمد العيساوي، عمر صلاح مهدي، فرح ايمن الشنتير، جرار مؤيد حسناوي، لطيفة عدنان أبو رمان، لونا غياث الترجمان، لينا مؤيد كوطي، ليندا جريس بقاعين، ماهر علي العمر، محمد أسامة الزعبي، محمد فلاح البديري، محمد ماجد محمد مازن أبو البحرين، مسار نزار ممدوح، مها محمد حمدان، ميس الريم مفيد محي الدين، ميس حسين الزبيدي، نبأ لؤي الجنابي، نجم محمد الشواوري، ندى زياد النهار، ندى علي جبوري، نشوان مطلب كريم، نغب عبد العالي نجم،
نور أحمد العيد، نور وريا صابر، هريم نوزاد عبد الله، هناء يوسف فرج الله، ها زينة ريمان عبد القادر، وجدي إبراهيم أبو لبدة، يزن سامر المحتسب، يوسف شاكر الأسدي، يوسف طارش الشمري، يوسف عبد شهاب،